عام الجمعية السعودية الخيرية للتوحد واستشاري المخ والأعصاب. السلام عليكم دكتور طلعت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور طلعت. كيف تجد أهمية دور المجتمع في التعامل مع أطفال التوحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبادئ لبدء آت المجد على حقيقة مساهمتها في التوعية بهالموضوع، ولعله يعني كما تعلمون أنه أحد أهم الاستراتيجيات لمنظمة الصحة العالمية هي قضية التوعية. إنما ما يزال التوحد هو اللغز المحير، والحقيقة أعراضه غير واضحة، وقد تكون صعبة على كثير من الأسر في تمييزها على أنها مرض مزمن. لذلك كان من أحد استراتيجيتنا التوعية المستمرة واستغلال المناسبات، وخاصة مناسبة اليوم العالمي للتوحد الثاني من إبريل. جميل. لكن الحقيقة إحنا بنحاول على طول السنة، نحاول بقدر الإمكان يعني كما ذكر ضيوفك إنه نساعد على يعني توعية الأسر والأهالي، وخاصة حديثي الزواج بالأعراض التوحد. إضافة كما ذكرت الآن هي القضية ليست قضية فقط يعني نحن نوعي حديثي الزواج بالأعراض، وإنما الحقيقة كمان الموضوع مهم جدا إنه كيف نساهم في توعية كل فئات المجتمع في التعامل مع التوحديين. نعم. أو مع، لأن الحقيقة هذا عامل مهم جدا في قدرة استيعابه. جميل. واحتواء. أنتم في الجمعية السعودية الخيرية للتوحد، ماذا عن ما تقوم به هذه الجمعية من خدمة مجتمعية، أهدافها ومناشطها؟ وطبعا نحن لا شك تعتبر هذه أول جمعية سعودية متخصصة يعني أنشأت 24 سنة تقريبا، وهي على جميع مناطق المملكة، ولها عدة أهداف استراتيجية، لعلها الأولى حقيقة هي تقديم الخدمات الشاملة. لدينا خدمات طبعا صحية في التشخيص، وخدمات تربوية خاصة، وخدمات تأهيلية مهنية واجتماعية وترويحية. الحقيقة ونحاول بقدر الإمكان أننا كل سنتين ثلاثة نحاول أن نفتح فرع في مناطق المملكة المختلفة، حتى نحاول نغطي العجز الكبير في الخدمات. جميل. موفقين دكتور طلعت في هذه الأعمال المباركة، ونسأل الله لكم المزيد من التوفيق. كان معنا دكتور طلعت الوزنة أمين عام الجمعية السعودية الخيرية للتوحد.